يقوى على المستوى المركزي خصو ينتقل للمستوى المحلي، وهذا هو الضغط للانتخابات المقبله. عداله الامور كبدالها المستوى المركزي ما كتوصلش للمستوى المحلي، ولذا معركه الانتخابات المقبله جماعيه معركه مصيريه هي اللي نكملوا بها داكشي اللي وقع في 2011 باش هاد النفس الجديد اللي كاين في العمل الحكومي ينزل للمستوى المحلي وينطلق. علاش؟ كاين اختصاصات جديده، راه 10 مليار ديال الدراهم تنزل للجهات، كاين اختصاصات اللي كانت عند المركز غتنزل للجهات، وبالتالي تحدي اللي هو مسؤوليته، لان المسؤوليه ديال الحمايه هذه النافذه اللي تحلات ديال الاصلاحات والاجراءات، شكون اللي خصو يحمي هادشي؟ انتوما راه ما يمكنش نتصوروا ان هادشي غادي يوصل المدى ديالو على مستوى الاصلاحات لفائده المواطن والمقاوله هكذا بالشعار، ما يمكنش. خصكم تحملوا المسؤوليه ديالكم في حمايه التجربه، وهادشي يتحقق باذن الله في الانتخابات المقبله. حكومة دابا حاليا سالينا القضية ديال التقطيع الانتخابي، سالينا الملف ديال اللوائح الانتخابية، القوانين التنظيمية راه هي في البرلمان، راه في الانتخابات ديال 2011 راه غش وعاد كدوز القوانين، حنا دابا مازالنا 6 شهور إن شاء الله لهذا الانتخاب، سالينا القوانين واللوائح والتقطيع، شنو اللي باقي؟ باقي الأحزاب السياسية تنزل توجد المرشح والبرامج وتحدد حالة شعبية من أجل أن تكون الانتخابات المقبلة انتخابات استكمال المسار التي بدأته بلادنا في 2011 على أساس الدستور الجديد. هذا هو التحدي اللي خصنا، لأن احنا خصنا مجالس في خدمة المواطن كتبني علاقة جديدة مع المواطن، وهادشي مشينا كحكومة ماشي كحزب، كحكومة بمعنى كتحالف أغلبية معبئين لإنجاح بين بعض المناورات ديال بعض الأحزاب الأخرى، اللي كيهمنا هو المواطن يكون راضي على التجربة ومدعم للتجربة، وإن شاء الله غادي نربحوا هذه المعركة، لأن هذه القناعة اللي هي أساسية، والربح ديالها غادي يعزز المسار الديمقراطي لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك.